اهلا بيكم يا شباب وشابات الصف الاول الثانوي. في الفيديو ده هندرس مع بعض الارقام من 0 الى 50. الفيديو عبارة عن 3 فيديوهات انا جمعتهم مع بعض. الفيديو الاول بتذاكر فيه من 0 الى 30، والفيديو التاني بتذاكر فيه من 0 الى 50، والفيديو التالت بتذاكر فيه ملاحظات على الارقام. مش هطول عليكم واسيبكم علشان تشوفوا الفيديوهات، وما تنسوش تكتبوا رأيكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو. أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في مصر والعالم العربي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الأعداد باللغة الفرنسية. الأعداد في اللغة الفرنسية فيها أعداد سهلة، أعداد مجرد حفظها يكفي، وفي أعداد صعبة شوية عايزة بعض الشرح. طيب هنبدأ من أول صفر. زيرو. زيرو. أن. أن. أن هو رقم واحد، وخلوا بالكم ملحوظة مهمة على رقم واحد، إن أن هي الرقم الوحيد اللي يبقى فيه مذكر ومؤنث، فينفع أقول أن واحد مذكر، وينفع أقول إن واحدة مؤنث. واحدة. أن. إن. بعد أن. دو. تخوا. كاتر. سانك. سيس. ست. ويت. نف. ديس. ده كان من 0 لحد 10. هقول من الأول وحاول تركز معايا. زيرو. أن. دو. تخوا. كاتر. سانك. سيس. ست. ويت. نف. ديس. طيب نبدأ من رقم 11. أونز. أونز. دوز. دوز. تريز. تريز. كاتورز. كاتورز. كانز. كانز. سيز. سيز. 17. هنا بقى نتوقف شوية. كلمة 17 أو الرقم 17 هو 17. الرقم 17 في اللغة الفرنسية بيتكون من مجموع رقمين، 10 زائد 7. 10 زائد 7. فأنا بقول بالفرنسية 10 و7، يعني بقول 10 ومعاها 6. دي ست هي 10 و7 اللي هي 17. دي ست. طب 18 ببساطة شديدة بزود واحد على رقم 7، فبدل ما بقول دي ست بزود على واحد، بزود واحد على 7 بقت 8. التمانية اللي هي ايه خدناها في البداية؟ ايوة ويت. صح، برافو. يبقى انا بقول 10 و8. 18. 10 و8 اللي هي ديز ويت. ديز ويت. طيب انتوا اللي هتقولوا رقم 19، بزود واحد برافو على 8 تبقى 9. طيب رقم 9 فاكرينه؟ ها صح، برافو. نف. نف. يبقى رقم 19 هيبقى 10 و9. 10 و9. ديز نف. ديز نف. طيب رقم 20. رقم 20 هو رقم مختلف،
مش هينفع ازود 1 على 9 تبقى 10 ويبقى 10 و10. هذا الكلام خاطئ. انا بقول رقم جديد خالص اسمه 20. 20 يعني رقم 20. طيب 21 20 et 1 20 et 1. خد بالك انا زودت حرف عطف هو حرف الواو او حرف الواو بين كلمة واحد، بين رقم واحد ورقم 20، علشان اقول زي اللغة العربية 21. طيب لكن في النطق السريع بنطق 21 كده 21 21، وفي اسرع من كده وفي اسرع من كده بقول 21 21. ايه 21 اللي هي 20 اي 1، 21. طيب رقم 22 بشيل حرف العطف من الرقم، بدل ما بقول 22 بقول 20 2، بلغي او اقوم بالغاء حرف العطف من الرقم 22، فبقول 22 20 2 22. طب 23 زود 1 على 2 تبقى 3 23 23. 24 زود 1 على 3 تبقى 4 24 24. 25 زود 1 على 4 تبقى 5 25 25. طيب 26 زود 1 على 5 تبقى 6 26 26. 27 زود 1 على 6 تبقى 7 27 27. 28 زود 1 على 7 تبقى 8 28 28. 29 زود 1 على 8 تبقى 9 29 29. 30 رقم 30 هو رقم جديد اسمه 30 30. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وهو الحد رقم 30 فقط، وفي الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنكمل مع بعض باقي الارقام. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا 3 اشياء مهمة: لايك للفيديو، كومنت على الفيديو، كمان شير للفيديو علشان يوصل لكل محبي ودارسي اللغة الفرنسية. شكرا ليكم واتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. Au revoir. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 4 من فيديوهات شرح اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الأرقام من 0 لحد 50. الأرقام مش كلها صعبة ومش كلها سهلة، أنا هقول الأرقام اللي هي مش محتاجة شرح وهقف شوية عند الأرقام اللي محتاجة شرح. من أول 0 لحد 50: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده من 0 لحد 10. نكمل: 11 12 13 14 15 16 17. ده رقم 17. 17 ايه 17؟ 17 17 بيتكون في الفرنساوي من 10 و7. 10 و6. 17 يعني 10 و7 اللي هي بالفرنساوي 17. 18
10 و8 ديز ويت 10 و8 اللي هي كام؟ 18. ديز نف ديز نف 10 و9 اللي هي كام؟ 19. تمام. طيب رقم 20 رقم جديد، رقم هو 20 20 20 يعني 20. 21 20 اي ان 20 اي ان 21. وفي اللهجة السريعة بيتنطق كده 21 21 21. 22 اللي هي 22 22. لاحظ ان انا شلت حرف العطف و، قلت 21 21 بس 22 قلت 22 على طول، ما قلتش 22 لا غلط. 23 23 24 25 26 27 28 29. طيب 30 رقم جديد اللي هو 30 30. 31 30 اي ان 30 اي ان. 31 32 32 32. وبرضو انا كتبت او استخدمت حرف العطف و مع رقم 31. رقم 32 ما استخدمتش حرف العطف، بقول 32. طب 33 33 34 34 35 36 37 38 39 39. رقم 40 هو رقم جديد اسمه 40 40. طب 41 41 41. 42 42. ايه اللي حصل؟ زي ما احنا متعودين، بشيل حرف العطف وبستخدمه مع كلمة 41، يبقى 21 31 41 بستخدم حرف العطف و. طيب 42 42 43 44 46 47 48 49 49. رقم 50 اسمه 50 50 50. وبكده يكون انتهى الفيديو الخاص بشرح الأرقام في اللغة الفرنسية من 0 لحد 50. أرجوكم لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للقناة، لايك للفيديو وشير للفيديو وكومنت كمان وسبسكرايب للقناة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة. شكرا وإلى اللقاء في الفيديو القادم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هناخد مع بعض ملاحظات هامة على الأرقام. لو ما كنتش لسه ذاكرت الأرقام، شوف الرابط اللي أسفل الفيديو في الأرقام من 0 إلى 50. ودلوقتي هناخد ملاحظات هامة على الأرقام. الملاحظة الأولى، إذا استخدمت الأرقام كصفات ترتيبية لا تتغير، يعني ما بنغيرهاش ما بنأنسهاش مثلا. فمثلا بنقول في ترتيب صفحات كتاب، بدل ما نقول صفحة واحدة بنقول صفحة واحد، بدل ما نقول باج اون ده الغلط بنقول باج ان باج ان صفحة واحد. إذا الرقم هنا ما اتغيرش لأنه صفة ترتيبية. فمثلا بنقول برضو الصفحة 21 باج 21 ده الغلط، ما ينفعش نقول باج 21 انما نقول باج 21 باج 21 الواحد والعشرين، مش الواحدة والعشرين. الملحوظة اللي بعد كده، الفرق بين شيفر ونومبر. شيفر ونومبر، كلمة شيفر يعني من 0 إلى 9، الأعداد من 0 إلى 9 أي واحد منهم يبقى اسمه شيفر. أما كلمة نومبر يعني عدد، والعدد بيتكون من رقم أو أكتر 20 25، ده اسمه عدد. الملحوظة الأخيرة هي إنك ينفع تكتب الأرقام
بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة الرقمية الديجيتال، الطريقة دي إنك بتكتب الرقم بالحساب، أما الطريقة الثانية إنك تكتب الأرقام en lettres، en lettres يعني بالحروف. بس دي الثلاث ملحوظات اللي كنت عايز أقوله لكم. لو عايز تذاكر الأرقام من 0 إلى 50 الفيديو ده موجود أسفل في صندوق الوصف، اضغط على الرابط هتذاكر الأرقام وبعدين ذاكر معايا الملحوظات اللي على الأرقام. شكرا وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. أفضح.